مع أخبارنا المحلية وانطلاقا من حرصها على حماية الحريات بطريقة مهنية مسؤولة، تتعاون وزارة الإعلام مع جهات حكومية أخرى من خلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لتنظيم عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولسد فراغ تشريعي في هذا الشأن. ويؤكد المعنيون في وزارة الإعلام يؤكدون أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لتعزيز مكانة الإعلام ورسالته الوطنية ونبذ كل ما من شأنه بث الفتنة والفرقة بين صفوف المجتمع. مع تنامى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عبرها، ولتنظيم عملية استخدام هذه الوسائل، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لعام 2015 ليكون مواكبا للاتفاقية رقم 60 لعام 2013 التي وقعتها دولة الكويت فيما يتعلق بهذه الجرائم، ومن أهمها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وجود مثل هذا القانون أتى ليحمي المستخدمين لتلك الوسائل من بعض عمليات الابتزاز، يأتي لحماية الأخلاق والآداب العامة، يأتي لصيانة سرية نظم المعلومات، يأتي أيضا لعدم اختراق أيضا الأنظمة الموجودة. وزارة الإعلام وبالشراكة مع وزارة الداخلية شكلت فريق عمل لتوعية المستخدمين بأهمية هذا القانون والعقوبات التي تنطوي على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. بعض المؤسسات التي يعني تستخدم بعض الإحصائيات عن مواقع الكويت يعني في مجال حرية الرأي والتعبير، ولكن ليس أصدق على ذلك من أن المواطن والمقيم والدستور الكويتي أيضا قبل هذا وذاك يعني يشدد على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية استخدام الكلمة. المواطنون والمقيمون باتوا يدركون أهمية هذا القانون وكيفية استخدام وسائل التواصل بأسلوب سليم لا يتعارض وحريات الآخرين. مع القانون وضد الإرهاب وضد التطرف، لأن الدين لله والوطن للجميع. ما بينزل القانون إلا يكون في فائدة للمجتمع كله، يعني أول شيء بيصير في حماية للشخصية، حماية للأمن والسلام الدولة، هذا أولا وآخرا. يعني بالنسبة للقانون الجرائم الإلكترونية ما في شك طبعا أن أنا وياه، وفي نفس الوقت هذا طبعا يحمي المواطن نفسه ويحمي الآخرين طبعا. دولة الكويت تتبوأ مراكز متقدمة في حرية التعبير، ووفق تأكيدات المسؤولين فإن عقوبات هذا القانون وضعت لتعطي للمستخدم الحق في التقاضي. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.